مهمة جدا في الريتن، فدي بتبتدي من سيرفايكال 6 وبتنتهي في ثوراسيك 4، فيبقى فيرتبري، يعني بتبتدي من سيرفايكال 6 فيرتبري وتنتهي في ثوراسيك 4 فيرتبري. يبقى معنى كده انها ليها جزئين، جزء في الهيد والنك وجزء في الثوركس. طولها 10 ل 12 سنتي الابر هاف ان ذا نيك واللور هاف في السوركس. التراكيا كيبت هنا بيتنت، بتفضل مفتوحة بوجود كارتليجينس رينج، حلقات من الكارتليج. الكارتليج دي انكمبليت بوستيرور، هنا الكارتليجينس رينج هنا انكمبليت بوستيرور. ادي التراكيا اهيت وبوستيرولي الكارتليج ريبليست بمسلز عشان تبقى سوفت على الاسوفكس، ما تضغطش على الايه الاسوفكس اللي هي بتشكل بوستيرور ريليشن بالنسبه للايه التراكيه. التراكيه لما بتخلص تتقسم رايت برونكس وهنا ده ليفت برونكس. طبعا مكان انقسامها اللي هو عند لور بورزر اوف ذا فورس ثوراسيك فيرتبري او عند الاسترنال انجل اهي، تو سلايتلي تو ذا رايت اوف ذا ميديان بلين. ده بالنسبه للايه طول التراكيه ومكان انقسامها. لما نيجي للريليشنز، التراكيه موجوده في السوبيرو ميدياستاينم اهي، وبعدين لما نيجي للريليشنز بتاعتها هنقول الاول انتيرور وبوستيرور ثم ليفت ريليشن ثم رايت ريليشن. فالانتيرور سهل جدا، الارش اوف ذا اورت اهو بيطلع منه النومننت ارتر اهو، يبقى ده الارش اوف ذا اورت وده النومننت ارتر وده ليفت كومن كاروتيد ارتر. يبقى الانتيرور ريليشن الارش اوف ذا اورت النومننت ارتري وليفت كومن كاروت ارتر. بعدين في ليفت النومننت فين اهو لو نمرة 5 ده، يبقى دول كل دول انتيروريشن. طب بوستيرولي في ايه؟ قال لك بوستيرولي في الاسوفيكس اهي ومعاهم نيرف هنا اسمه ريكارنت لارينجال نيرف، فبوستيرولي في الاسوفيكس وليفت ريكارنت ايه لارينجال نيرف. نيجي الرايت ريليشن والليفت ريليشن، فنمسك الليفت الارش بتاع الاورطه لافف على الانتيرور سيرفيس وعلى الليفت سايد بتاع التراكيه، فادي الارش بتاع الاورطه على الليفت سايد. الارش بتاع الاورطه طلع منه هنا ده ليفت كومن كاروت وراه هنا ليفت سب كليفي، ادي ادي التراكيه اهي. الرسمه دي اوضح قوي قوي في الليفت ريليشن، ادي التراكيه وعلى الليفت سايد بالنسبه لها ده الارش بتاع الاورطه اهو، وبعدين طالع منه ده اللي هو ليفت كومن كاروتيد وهنا ليفت ايه سب كليفيان وهنا في فيجاس نيرف وهنا في فرينك نيرف، ده على الليفت سايد. اما على الرايت سايد ابص الاقي في ايه، قال لك على الرايت سايد في اول حاجه الابر بارت اوف ذا انومينانت ارت، ادي الانومينانت ارت او البراكيوسيفاليك ارت. نمره 2 في كمان الرايت فيجاس دايما لازق في التراكيه في الحته دي، يبقى الانومننت ارتري والرايت فيجاس وبعدين بيلف كده عشان يخش على السوبيرو بيناكيبا في الحته دي اللي هو ايه الازايجوز ارش. كل الحاجات دي بتفصل التراكيه او الرايت سايد اوف ذا تراكيه عن الرايت بلورا عند العظم. يبقى الرايت ريليشن الرايت الابر بارت اوف انومننت ارتري الازايجوز ارش، يبقى هنا الازايجوز ايه ارش، وبعدين في بعد كده الرايت فيجاس اللي هو بيبقى ماشي على الرايت سايد بتاع التراكيه. كل الاستراكشر دي بتفصل التراكيه عن الرايت لانج او الرايت بلور. يبقى هنا ده انتيرور ريليشن ورا ده بوستيرور ريليشن وده الناحيه دي الليفت ريليشن الارش بتاع الاورتا والكومن كوت سب كليفن والفيجاس والفرينك نير، والرايت ريليشن الاستراكشر اللي موجوده هنا.